كنت غاوي وان كنت ناوي تشوف وتسمع عن الحكاوي قرب وجرب، ولو حكايه من حكايات ماما نونا ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. ما تصلوا عليه، صلي على الحبيب قلبك يطيب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، عاملين ايه النهارده؟ بقى هقول لكم على حاجه، لما الغلبان يجي يتدلع ويدلع نفسه، النهارده قلت بقى افطر. انا كل مره بتفرج في التلفزيون، بتفرج على القنوات بتعمل حاجه اللي هي الكورن فليكس، ماشي؟ الكورن فليكس دوت اللي هو اللي زي البطاطين وكده، انا كنت بحسبه حاجه زي الشوكولاته كده مدوره وبيتحط عليها اللبن، لا ده طلعت حاجه تانية. قلت طب ما انا اجرب، اشمعني انا؟ قلت بقى اشمعني انا اجربها وزي ما تيجي تيجي، حبيته وما حبيتهوش. يعني في مثل بيقول يلا ابوك مات، وعلى راي المثل يلا ابوك مات من الحامض. قال له هو كان لا صبح وما كلش. تعالوا بقى اما نشوفوا ايه الوصفه بتاعت النهارده، الحاجه اللي كنت نفسي ادوقها وهقول لكم بعد ما دوقتها ايه اللي حصل. ده بقى جبنا ايه؟ الكورن فليكس، تمام؟ الكورن فليكس ده يا حبايبي عباره زي، بصي، زي البطاطين وكده، ما كنتش بحسبه بالشكل ده الصراحه، تمام؟ هو بيبقى تحط له السكر، هو بيبقى فيه سكر وفيه كل حاجه، مجرد انك بتحط عليه ايه، تشوب الحليب او اللبن عليه وخلاص. بس بصوا يا حبايبي هنجيبوا اللبن وننزلوا عليه، اها ما فيهوش اي حاجه، بص مجرد انه يغطيه شويه كده، تمام يا حبايبي؟ حطيت عليها اللبن، اهو ثواني، حاجات بسيطه. وايه يعني انا لما كنت بشوف الناس، بصي الحاجه سبحان الله لما بتبقى بعيد عنك بتبقي حباها، وساعه ما تبقى قدام عينيكي او بين ايديكي سبحان الله، يعني البعيد عزيز، صح والله العظيم. بصي يا حبايبي، بصوا بصوا، وتدوبي شويه كده اهوت، حاجات بسيطه، وبعدين بقى تبداي تاكليه. بصوا انا عملته وهبدا اكله كده، حلو. ادوق تاني علشان اول دقه ما كانتش حلوه. بصوا ندوقه تاني، مش عارفه بدوقه، مش بستطعم بيه، يمكن لما اكل كمان استطعم. والله حلو. طب انا كنت عملت بطاطس شيبسي وحطيت عليها شويه لبن وكلنا، وقال ايه؟ هتفطري ايه يا حبيبتي؟ هفطر كورن فليكس. والله العظيم كورن فليكس دي يا ولاد نفسي ادوقه، اديني دقته يا اختي، اديني دقته. يلا كل زي ما قلت لكم، كل حاجه بعيده مرغوبه، البعيد مرغوبه، بس هو حلو مش وحش يعني. ده فكرني بايه؟ ايه يا بتاع السوداني؟ وانا كل ما اجي اصور يا بتاع السوداني يا بتاع البصل، الناس دي مستقصداني مش عارفه اصور منه. هقول لكم بقى حاجه، امي زمان بقى الله يديها الصحه كانت بتعمل لنا ايه؟ كانت بتخبز العيش، العيش بتاع الفرن البلدي ده، وتجيب لنا بقى الصبح نفطروا ايه؟ نجيبوا لبن زي ده كده ونفتته في العيش كده اهو، نفس الطريقه. انا لما دقته اقسم بالله عيش مفتت في لبن، هو مفيش اكتر من كده. خد يا بنت رجعي البتاع ورجعي الكياس يا بنت، قولي له مش عاوزين، والله ما في اكتر من كده. والله يا حبايبي ما هو اكتر من كده، لبن ومفتت في عيش، ما ليه طعم. بصي بصي الحاجه اللي بتتبهتي عليها ديت وبتبقى مش بين ايديكي تبقي ملهوفه عليها، وساعه ما تبقى بين ايديكي سبحان الله سبحان الله. يلا جيني وريتكم وصفه جديده، بس هاكله، خساره الفلوس هاكله برضو، وجع بطني ولا خساره حد كده كده هاكله، ماشي؟ ما عشان خساره، ماشي يا حبايبي؟ يلا جربوه ما تدعوش عليا، ويا رب اشوفكم في فيديو تاني واكون جبت لكم وصفه تاني، هجرب لكم اي حاجه تانيه المره الجايه. مع نوجه مفيش مستحيل، كله هيجي قدام عينيك، اوعك تغمض عينيك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قبل ما بتاع الحمص يجي كمان، سلام.